مبدئيا الارتفاعات هي فعليا على اثر يعني على الاقل استمرار اليونان في الاتحاد الاوروبي، لكن برضو ايضا نعود ونقول الازمه لم تنتهي، فالارتفاعات في الوقت الحالي نتوقعها محدوده لا اكثر، يعني 5 الى 7% في الاسواق الماليه بشكل عام، سواء بالفوتسي او بالكاكاون او بالايبكس او في حتى يعني بالفوتسي 100. سو يعني حتى كل الارتفاعات التي تحصل الان من الممكن ان تكون محدوده، عندنا اليوم ارتفاعات حوالي 1% هلا على معظم الاسواق، لكن يعني بشكل او باخر لا زالت الازمه متواجده. لا اعتقد انه كل هذه الارتفاعات ستكون يعني هي مصحوبه فقط بامال عن يعني استمرار الحل في اليونان وعودتها الى الاتحاد الاوروبي بشكل عام، وتعود او مع استمرار التقشف سيعود الوضع اليوناني الى الحل، لكن هي فعليا بشكل واقعي نوعا ما صعب الامور، فلا اتوقع انه فعليا هذه الارتفاعات ستستمر لفتره طويله. طيب بالنسبة لمجموعة ال20 المنعقدة اليوم في المكسيك، طبعا كانت هناك رسالة واضحة من رئيس المجلس الأوروبي وكذلك المفوضية الأوروبية طبعا هيرمان فان رومبوي وكذلك جوزيه مانويل باروزو بضرورة الإسراع أو أملهما أربعا أملهما في أن تسفر الانتخابات عن الإسراع في تشكيل حكومة مطالبة الآن بتطبيق إصلاحات هي جوهرية جدا وحاسمة في مستقبل اليونان في منطقة اليورو، كما أربعا دعمهما لبقاء اليونان كعضو في المنطقة اليورو. وبالتالي هذه الرسالة التي تأتي من مجموعة ال20 تحديدا، مجموعة الدول المقررة أو صانعة القرار في العالم حاليا، ما أهميتها بالنسبة لليونانيين وبالنسبة لصانع القرار أو بالنسبة لحزب الديمقراطية الجديد الفائز في هذه الانتخابات؟ هي فعليا اللهجة الحالية بالنسبة لمجموعة ال20 يعني نراها أو لهجة نوعا ما أول مرة نسمع بهذه الطريقة، أنه الاستمرار بتشكيل الحكومة والإسراع و يعني تطبيق الاجراءات التقشفيه، هذا يعطي من الممكن ان يكون مسج او يعطي اشاره الى انه الان بدا التخوف فعليا مما يحصل ليس فقط في اليونان وانما في الاتحاد الاوروبي بشكل عام، خصوصا ما رايناه من تاثيرات على الاقتصاد الامريكي خلال الفتره الماضيه او على الاقل خلال الشهر الماضي. يعني الان كما كنا نقول دائما انه الاستمرار في هذه القرارات الهزليه نوعا ما او اللي هي لا يعني ليست هزليه نوعا ما لكنها متاخره، ولا تحصل هذه القرارات الا عند يعني حصول المشكله سواء في إسبانيا سواء في هزيلة أو هزلية، هزلية ممكن أن نقول لكن هي بشكل أو بآخر يعني متأخرة، نراها متأخرة ومع استمرارها، في حال استمرارها أنا لازلت أقول بشكل أو بآخر أن الأزمة المالية العالمية لم تنتهي ولم تحصل أو لم تعد خلفنا، إنما من الممكن أن تكون أمامنا مع استمرار هذه القرارات الغير يعني على الأقل احترازية. لم نرى أي قرار احترازي إلى الآن باستثناء طبعا ضخ السيوله في النظام المصرفي المزيد من التقشف، لكن هذا لن يساعد يعني على المدى الطويل، انما كل القرارات التي اتخذت هي على المدى القصير، ويعني من الممكن نقول لتخدير الاسواق لفتره قصيره. فهي فعليا في الوقت الحالي، خصوصا ايضا من جهه اخرى لا ننسى مجموعه البريكس، التباطؤ الاقتصادي الان اصبح يعني يشكل واقع يفرض نفسه على هذه الدول حتى من الصين، لكن الصين تلعب على ورقة تخفيض أسعار الفوائد بالإضافة أكثر اللي هو تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، فمن الممكن أن تفرج على أموال جيدة للبنوك لتستطيع الإقراض، لكن يعني عندنا تباطؤ في البرازيل، عندنا تباطؤ في الهند، روسيا كذلك الأمر لا يعني الأمور ليست في المحمل نوعا ما يعني الامبروفمنت أو اللي هو من ناحية إيجابية. طبعا لا ننسى تخفيض التصنيفات الائتمانية على المسلسلات سواء من أوروبا أو حتى في آسيا، لأنه عندنا في خلال الفترة الماضية شهدنا يعني وكالات تأمين تصنيف ائتمانية جديدة مثل إيجن جونز أو في عندنا دراغون تشاينا، جميعهم قاموا بتخفيض متكامل لأوروبا سواء من فرنسا لحتى فكيف إسبانيا. هذا موضوع التخفيضات لم يعد ذا تأثير كبير على الأسواق، لأن الأسواق كأنها باتت تؤمن بهذه الأشياء وتستبق شركات أو مؤسسات التصنيف الائتماني في خطوة، لكن المحير كذلك في المقابل هي حركة اليورو في الفترة الأخيرة في عز الضغوط التي كانت تعيشها أوروبا والمخاوف بشأن غريكزيت وانتقال العدوى إلى اليونان وكذلك إسبانيا والبيانات الضعيفة وما إلى ذلك، اليورو كان أبدى تماسكا قويا عند مستويات 125 دولار 25 سنت الذي يتحرك فوق الدولار 27 سنت، وبالتالي هذا نوعا ما محير. ف
هذه الجهات التي توفر هذا الدعم لليورو فيما توقعت كانت تتوقع انخفاضه وتدحرجه إلى ما دون 120، كيف يمكن قراءتها وما الغاية من دعم اليورو عند هذا المستوى؟ هي فعليا أول شيء هناك سببين، السبب الأول هو فعليا سبب تقني نوعا ما، لأنه شفنا انخفاض من حوالي دولار 37 إلى مستويات حوالي 24. يجب أن نرى نوع من التصحيح، هذه من ناحية فنية. الشيء الذي دعم اليورو هو فعليا المئة مليار التي تم الحديث عنها يعني خلال الشهر الحالي بالنسبة ل يعني بالنسبة لإسبانيا. فنوعا ما هي النظرة لا زالت سلبية، لكن التحرك الذي حصل خلال يعني العام أو عفوا الشهر الماضي في اليورو هو الذي أعطى نوع من الاستقرار خلال الأسابيع الماضية، هو أنه الانخفاض الكبير دائما يصحبه نوع من التصحيح نحو العام. فهي الآن كان السقف السعري لدينا عند مستويات 30 بالنسبة للتصحيح، الآن نضعه عند حوالي 28-50. ليش 28-50؟ السبب أن هناك في متوسط دائما اللي هو متوسط 50 يوم على المستوى اليومي يتداول عند 28-58 تقريبا، فنضع تقريبا ما بين 50 إلى 60، 28-50 إلى 28-60 هي مستويات مقاومة من الصعب اختراقها، خصوصا حتى بعد أنه ننتظر يوم الأربعاء المقبل اللي هو الفدرالي الأمريكي. نتوقع مزيد من التيسير الكمي، لكن Operation Twist أو اللي هو مبادلة السندات القصيرة الأجل بطويلة الأجل هذا لن يضعف الدولار، بينما سيقوي الدولار لأنه لن يكون هناك أي تغيير على البالانس شيت. فاليورو لا زال في يعني في نطاق منخفض، اتوقع اكثر من 28-50 صعب جدا، بينما لا زلت ارى مستويات ال 20 ومدون حتى ال 20 الى مستويات 18-77 ممكن ان نراها خلال منتصف الصيف.